بالنسبة لي أنا قلبك فن يا بوس لذيذ خش لاتي بالبند انتو صحبة شمال ولا ليكوا تمام مصطفى النوبي برودكشن مين تهربوا يا راجل مظبوط وعمري يوم ما بخاف الموت وعلى الخاسس دايما حار لو وسط نار انا عدي وافوت لا عمري جيت يوم على غلبان وقلبي طيب ما انا انسان وعمري ما جريت ورا كيفي على طب ليه طب يا شباب يا عيال شمال مالكوش عاز من الرجوله خدتوا اجازه قعدت كلام صحبه رقيمة اطفال وعايزين بزازه انتوا مين انا معرفكوش قدام عيني وما بشوفكوش احلى مسا يا قلوب سودا وبالسفر ما بتتوصلوش هنجان انتوا مين يا عيال انتوا صحبة شمال ولا ليكوا تمام ما بلاش خفوا قلنا وقال ولدت النسوان وكبركوا كلام يا عيون بتحسد كل الناس مفيش وفاء ولا في احسان بتبصوا للي في ايد غيركوا وجعانين ولا ليكوا اساس مش شايفكوا ما تشغلوني خشوا كلام ما تصدعوني وبلاش في سكه تيجوا معايا دي سكه اللي يروح ما يجي عارفين ممكن اعمل ايه ده اللي هاجي عليه هيكون محطوط وطريقي اللي يجي يمشي او يفكر فيه ده مصيره للموت بالنسبة لي انا قلبك فن يا موز لذيذ وجلاتي بالبند لما بشوفك عيني بتفرح الحياة من غيرك تخرج حضنك دافي وبحب حنان اصلا انا عايش كده علشان لو تطلبي نجمة من السما هعمل فضائي واطير اجيبها سنان لو كبركم مين تحت رجلي يكون يا عيال تعابين كارفين جهزوا السكاكين فكروا تواجهوني ولا انتوا ايه خايفين يا تاج راسي يا شغلان يا حب عمري يا سحران يا اللي القمر بيغير مني وفي الجمال مالكيش تاني من صغر سني عيني عليك يا احلى حب بموت فيكي يا كوكبي وكل حياتي بقي خلاص مجنون بيكي انسان كنت يوم غلبان قلتوا عني جبان خليتوني اشطان جبروت واخد البشر خصام خليتوني اعيش مفيش حلال وحرام مصطفى النوبي نجم التوزيع رسم التراك وخلاص هيزيد محمود دول قد وبدا ما يشغلوش سيته مسمى شعبان الشاعر كتب الكلام قلب المتمرد حبره تمام بحور كلام ملهاش اخي وفي المجال دايما قدام رمز الرجوله بوابه النار ترى البلد ارض الابطال احنا ببوس يعني الاداره والاداره يا صاحبي شطار علي وز اخويا من دم في الموت معايا وشايل هم احمد سونيك بطل حته رضوان عبد الله اسد دايرتنا يفك دقيق كل مدام علي عسليه الشبل الراي ترجع لنا بالف سلام ناقصنا وجودك ده احنا شقاق الاصدقاء المتحدون مفيش منافس مهما يكون هبه عوض ومحمد عوض في الانتاج دايما قدام